في الفيديو ده هنشرح للـ HR والأدمن إزاي إن إحنا بنقدر نحط البوليسي بتاعة الحضور والانصراف ومصاريف انتقالها ونحطها على السيستم عشان يبقى التعامل عليها أوتوماتيك من غير طلبات مصاريف أو طلبات زمن انتقال يسجل على الشخص. ده بيتعمل من خلال التخطيط من خلال الإكسل شيت المرفق اللي هو Store Area Visits Matrix. الفايل ملف ده بيعتمد على 3 صفحات أساسيين: صفحة بنسجل فيها زمن الانتقال من الفروع لبعضها، صفحة بنسجل فيها قيمة الانتقال من مكان لمكان، والصفحة التالتة بنسجل فيها بيانات الانتقال للفروع للمناطق اللي مفيش فيها جهاز بصمة. فدولت أول صفحتين بنسجل فيهم الفروع اللي فيها جهاز بصمة. بنسجل الانتقال كالآتي: من كل الفروع إلى كل الفروع، مش كل الفروع، إلى كل الفروع اللي ممكن نروح أكتر من فرع في نفس اليوم. دي كلها فروع ممكن نروح أكتر من فرع في نفس اليوم، إلى كل الفروع اللي بنروح اللي ممكن نروح نفس الفرع في نفس اليوم، وهيزيد بس في الآخر لستة الفروع اللي هي بنروح فرع في يوم كامل. يعني هتلاقي الفرع هنا مشواره بيبقى لوحده يوم كامل. هكذا بنكتب بس هنا في السطر بتاع HQ عشان نسجل الناديات الانتقال منهم من الإدارة فقط. كذلك بنعمل كده في صفحة الفاليو، بنحط قيمة بقى الانتقال من وإلى الفرع. يعني زي ما انت هنا شايف عندنا هنا انتقال من المركز الرئيسي للمخزن 10 جنيه. طيب من المركز الرئيسي للمخزن 10 جنيه. طيب لو من في الرجعة بقى، لو من HQ للويرهاوس هي 10 جنيه برضو. تمام. طيب عندنا الصفحة التالتة بقى اللي بنشتغل عليها هي النون ستور لوكيشنز، أو الحتت اللي ما فيهاش جهاز بصمة. دي صفحة بنكتب فيها الأسامي كلها المناطق بالعربي، دي عشان نعرف نميزها من على البرنامج واحنا شغالين. بنكتب قدامها قيمة الانتقال للمنطقة دي والزمن اللي بتحسب بالانتقال للمنطقة دي. افتكر كويس ان احنا دايما المناطق اللي ما فيهاش جهاز بصمة بنكتبها بالعربي، المحلات او الحتت اللي فيها جهاز بصمة بنكتب اسامي اللوكيشن بالانجليزي. كده خلصنا 3 صفحات اللي بندخل فيهم بيانات اللي احنا بنحط من خلالها البوليسي بتاعتنا في الانتقال زمن وقيمة. بعد كده بيبقى لنا صفحتين مراجعة لطاف هنا: تايم داتا وفاليو داتا. تايم داتا دي بتراجع الانتقال من الفروع لبعض. لو دوسنا على الشيت ده ودوسنا ريفرش هيطلع لي هنا هو شيت مقارنة. شيت المقارنة ده بيقول لي ان انا خدت على السطر ده من ال HQ للوير هاوس خد زمن كام؟ 30 دقيقة. فهنا بقى بيقول لي طب في العودة بتاعته هياخد زمن قد ايه؟ طلع 30 دقيقة، مظبوط منطقي. لكن هنيجي عند فرع تاني هنا مثلا زي الرحاب، هنلاقي ان من ال HQ للرحاب هياخد ساعة، لكن العكس بتاعه في العودة من الرحاب ل HQ هياخد 45 دقيقة. طب ما تيجي نشوف لو عايزين نصلحها نخلي الساعة دي 45 دقيقة هي كمان، اللي هي من ال HQ للرحاب. نروح على تايم، هنلاقي ان انا عندي HQ للرحاب بياخد ساعة اهو، تمام. لكن لو خدنا بقى من الرحاب لل HQ هياخد 45 دقيقة اهي. طب احنا عايزين نصلح الساعة، هنقول لهم ال HQ للساعة دي هنخليها 45 دقيقة. كده لو رحنا على الشيت بتاع التايم، مراجعة التايم، وعملنا ريفرش هنشوف الحتة دي هتتغير ولا لأ. هنقول له ريفرش الداتا هنا اهو، اتصلحوا بقى 45 ل 2. كده صلحنا المعلومة دي. بنعمل كده في مراجعة التايم والفاليو لغاية ما نتأكد ان احنا ايه، لو في اختلافات الاختلافات دي احنا معتمدينها. وبعد ما بنخلص وبنعمل ريفرش برضو صفحة الفاليو عشان لو غيرنا شوية داتا، بنروح نعمل ريفرش في الصفحة الأخيرة اللي هي import sheet. ديت الصفحة النهائية اللي بنرفعها على السيستم، بنقف عليها ونعمل له ريفرش. الشيت ده زي ما انتم شايفين هيطلع الداتا بتاعته فيها داتا عربي وانجليزي. لو عملنا احنا محتاجين نسجل الملف ده ك CSV عشان نرفعه، لو اتسجل كاكسل مش هيترفع. فعشان نسجله CSV من على الكمبيوتر بيطلع بايظ. فبنعمل ايه؟ بنروح واخدينه كده كل الداتا دي ونعمل لها كوبي، نعمل الداتا دي كلها كده كوبي، ونفتح اي ملف على جوجل شيتس ونروح عاملين ايه فيه لصق للداتا هنا مثلا، اروح سايب له الداتا كلها. وبعد كده بقول له ايه في اي صفحه في جوجل شيتس، يعني كده اقول له ايه داونلود از سي اس في. الملف نزل اهو بالاسم الغريب ده وبالتكست الغريب ده العربي. هنا اتقرا ايه برضو كلام غريب، احنا مش هننتبه خالص للكلام ده، لما نرفعه على السيستم هو هيصلح الكلام ده ويخليه عربي واضح. احنا بس هنبقى نروح مسجلينه
على اسم نعرف نميزه في مكان نعرف نميزه، هنسميه مثلا import وهنحطه في الفولدر بتاعنا، سيف تمام. بعد ما بنسيف الملف لازم نقفله عشان نعرف ناخد خطوة الرفع، نقفله خالص. ندخل بقى على ينوفا، نفتح الابليكيشن. ازاي بقى ان احنا هنشيل البيانات دي؟ عندي حاجة هنا في ال HR اسمها Transportation Matrix، تحت قائمة ال HR. Transportation Matrix ديت هي اللي بتسجل فيها كل البيانات اللي احنا اشتغلنا عليها دي. طب تعالى ان احنا نشيلها كلها ونرفعها من اول وجديد عشان نبقى شفنا التجربة بتتعمل ازاي. هنخليه ديسبلاي كل المعلومات وهنختارهم كلهم وهنقول له ديليت. تمام كده بقت الصفحة فاضية ما فيهاش حاجة خالص. هنرفع له الملف الجديد ازاي؟ هقول له import CSV وادخل هنا اختار الملف اللي انا عايز ارفعه اللي احنا سجلناه كان اسمه import، وهقول له upload CSV. نستنى لما يخلص كده. الداتا كلها اترفعت وبقت البيانات كلها مرفوعة اهي بزمن الانتقال ووقت الانتقال اللي متحدد. طيب احنا كده بقى كادمن واتش ار عندنا ايه تاني نشتغل عليه في الحتة دي؟ عندنا حاجة اسمها الليست ورك فلوز. الليست ورك فلوز دي بنقدر نظبط من خلالها مين الابروفر او مين اللي بيعتمد النوع دوت من المأموريات الستور فيزيتس. هنقول له هنا لو دوسنا عليه ادت بالثلاث نقط بعد كده ادت، هي اهم نقطة ان انا عندي بنحدد هنا الابروفر هو الايميديت سوبيريورز اونلي او المدير المباشر، ونقدر نعمل له ليفل تاني من الابروفر، يعني ده اللي احنا ممكن نشتغل عليه بعد كده لو عايزين الاتش ار مثلا يراجع بعض النقط او يدي اعتماد تاني. هنقدر ندوس هنا اهوت وهنقول له ان احنا عندنا ليفل تاني من الابروفر، الليفل التاني، وهنقول له مين هنا اللي يقدر يابروف. هنحدد سيلكتد يوزرز بعينهم ولا يوزر جروب ولا هكذا. احنا دلوقتي هنشتغل بابروفر واحد وخلاص. حاجه تانية ممكن بيستغلها المدير او الادمن او الاتش ار ان هو يقدر يدخل على pending approvals ويختار store visit approvals، من خلالها يشوف كل store visit approvals اللي على السيستم اذا كانت معلقه او اذا كانت متابروفه او اي حاجه خاصه بيها، ويقدر يشغل الفلتر عشان يشوف ان هو بيدوس على approvals لانتقالات من حته معينه لحته معينه، تاريخ معين لتاريخ معين، ولا عايز يشوف الاكتف بس او يشوف الليفل اللي هو عايز يشتغل عليه من الفلاتر. كده نبقى خلصنا كيفية الشغل على تسجيل زمن الانتقال في الفروع. شكرا.